Rage rooms are popping up around the world. One such establishment recently opened in Cairo, Egypt. مصر لقوا الحل. صرنا عارفين انه الغضب لازم يطلع بشي طريقة. وشان هيك صنعوا مكان خاص بس ليفرغوا فيه غضبهم. يفرغون فيه طاقة الغضب أو الطاقة السلبية التي تتراكم لديهم جراء العيش في مدينة ضخمة شديدة الزحام من خلال غرفة الغضب. أنشأ شابان مصريان غرفا أطلقا عليها اسم غرف الغضب للتخلص الآمن من طاقات الغاضبين. تعرفوا إلى غرف الغضب في القاهرة.